زوجت ابني، زوجت من هاي البنية نية ما أعرف عنها شيء، حبابة وعاقلة ما بيها شيء، الزوج ما حد مأذيها بالعكس مدللة، خلفت لنا الولد والبنية ونعمة وفرحانين بيهم، إلى أن جاء يوم من الأيام زوجها كشف بأن هي خاينة وصديقة، لزم عندها تليفون وفتح التليفون لقى أشكال وألوان بيه هي وصديقة والروح بالروح. قال أنا بالعكس نزلت عليه حبيت رجله إيده، ماما هاي شايلة اسمنا واسم جهاننا، والله العظيم يعني ما هالقد يعني رغم وشفت وشوفني ابني الصور بس أنا ما طيت بيها، قلت له شايلة اسم أطفالنا. قال ماما تدرين ويا من خاينتني؟ ويا أقرب صديق إلي ويا أخوي صديقي ما أقدر ألف فيه. هسه شو خابر تاني للحجي أبونا، فقال قلت له لحد يحاكيه لحد يضربها لحد من ما يجون أهلها نفتهم شنو القصة. فخابروا الأمها، إجتي أمها، أمها من إجتي شو رافع رأسها عادي العوائل كلها تصير بيها هيجي، يا بمو هيجي ويجي السالفة ويا أقرب صديق له، يلا 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 ماما لمي ملابسك وامشوا. يعني خابرنا هم لأخوها إجي أخذوها وراح. ورا يومين هم لملمت الغراض، أنا جهال ما طلبت لأن هي ما طلبت جهال، يعني ما راح وياها جهال خليتهم عندي، كل ما يطلبونهم مرة المشكلة صارت كل ما يطلبونهم ندزهم الحج يأخذهم بالسيارة ويجيبهم. أسبوع يعني ورا أسبوع تريدهم خميس جمعة كيف أنا مزاجهم أبد، الله شاهد ورسوله وكتبه. علاقة ماشية، علاقة زوجية وسوالف و... اي وبيناتنا حب وهاي ماكو شيء، يعني علاقة ماشية مدللة، شي تريد انطيها ولا مصاحب عليها ولا عندي شيء وياها ولا عندي شيء عليها ولا البنية مدللة، شي تريد شي تريد يعني شي تردين بس قولي انطيك هاي شين، والحمد لله والشكر وماكو شيء ولا مشاكل ولا زعلانة ولا هاي ما بيها شيء، وما مقصرها بكل شيء بمصرف بأكل بلبس بشي تريد أنطيها. بقت الجهال يمنا من شهر الثاني لحد ذاك اليوم يوم الجمعة ندسهم كل ما يخابرون احنا ندسهم بدينا نوديهم ونجيبهم. خابرتني هي وأمها في التليفون، يا بل أمها مشتاقة الطفلها للجهال، قلت ايه نايمين هالساعة قعدون قعدوا هما بالخمسة، بدلت لهم عطرت والله العظيم ودزيتهم، قالت أدزلك أحد؟ قلت لا أنا أدزهم، يمتى ما يقعدون أنا هم خليتهم عمتهم الصغيرة وابن عمهم أخذوهم، وهاي القصة. بعدين قاعد أبوهم كان نايم جاي من الشغل نايم، فقال لي وين الجهال؟ قلت له عند أمهم، قال دزيهم الساعة بثمانية دز عليهم خلي يجيبوهم، دزيت عليهم قالوا والله رايحات للكاظم مهضات الجهال وراح. ساعة بثمعش مو مهم بثمعش دق التليفون علي من المركز، قالوا له طليقتك يعني مطية الرقم مال رجلها مال طليقها على مود الطلقة قبل بقلبه، ليش ما طت الرقم مالتي مالت الحجي؟ لا طت الرقم مال أبوهم، قل له طليقتك ذبت الجهال بالمي، هذا مبدل يريد يروح للشغل ابني، قال ماما جهال بعد ما أشوفهم أمهم ذبتهم بالمي.